تقف إسراء على أطلال مدرستها التي دمرت تماما في زليتن. هذه مدرستنا كان نقرأ فيها شباك قصتها. تحدق في المكان وكأنها تبحث عن رفاق صفها وعن معلماتها وعن طفولة تبخرت أحلامها تحت الركام. كنت بقرأ واجباتي ونكتب فيهن، نلعب مع أصحابي في الساحة، لما في الاستراحة ناكل فطورنا. تشتاقي للعودة للمدرسة؟ ايه. لشو بتشتاقي اكتر شي؟ قبلاتي وصفي وكرسية. 13 مدرسة في زليتن دمرت بشكل كامل وتضررت 9 مدارس اخريات. دمار ابقى ما يزيد على 5000 طالب في منازلهم، وبانتظار اعادة ترميم ما هدم يجري الان البحث عن حلول مرحلية. نحاول احنا مع الوزارة ان مثلا ممكن نوفر حافلات او وسائل مواصلات الى مدارس ابعد اذا كان بالامكان، او اذا كان يعني ونخاطب الوزارة من هنا ان يعجلوا في موضوع المدارس المتنقلة لان تحل لنا مشاكل كثيرة الحقيقة. يعني استهدفت طائرات النيتو هذه المدرسة بعدما اتخذتها كتائب القذافي مقرا لها وخزنت ذخائر في مبانيها. ويقول السكان ان الكتائب غالبا ما تمركزت في اماكن مدنية خلال المعارك مع الثوار. كانت مقر للقوات العسكرية التابعة للقذافي وكانت مركز لتجميع الذخائر ايضا. وعند الحديث عن تخزين السلاح يزداد القلق في اوساط الاهالي من امكانية وجود ذخائر غير منفجرة وما تمثله من خطر على حياة السكان عامة والاطفال بشكل خاص. تحتاج مدينة زليتن بشكل عام والمرافق التربوية فيها بشكل خاص الى جهد كبير لاعادة اعمار ما تدمر، جهد لم ينطلق حتى الان، ويتخوف الاهالي من ان يؤدي التأخير الى تضييع عام دراسي كامل على طلاب المدينة. سلام خضر، الجزيرة، زليتن.